ده وحش؟ لا مش وحش، بس يعني انصب على اي حد تاني في الدنيا مش عليا انا. انا ايتن لو يمكن اضايقك. طيب يعني هات من الاخر، هتخلصني من سامح وهسمع خبر كويس ولا لا؟ هيحصل هيحصل، بس انا كنت مستني الوقت المناسب زي ما قلت لك. انت عارف يا احمد اني مبسوطه قوي ان علاقتنا يعني بقت قويه. مش اكتر مني ايتن. لا اكتر منك. عارف ليه؟ عشان بقيت حاسه ان ليا ظهر، بقيت حاسه انك جنبي ومعايا مهما حصل. صح ولا انا غلطانه؟ للاسف ايتن انتي غلطانه. بهزر معاكي طبعا، ظهرك. طيب امال مالك بقى يعني ما بتسالش عليا خالص ليه؟ بص ايتن، بصراحه انا بقلق منك. تقلق مني انا؟ بالعكس، انا اكتر واحده واضحه وصريحه، واي حاجه عايزاها بقولها على طول. اهو دلوقتي مثلا قلت لك اهو من غير ما افكر انت بتسالش عليا ليه. على فكره يا انت الوحيد في العيله دي اللي فارق معايا ان احنا نكون قريبين من بعض، نكون في ظهر بعض، نسال على بعض على طول. هيحصل عيد. هيحصل. سمر، كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. اتفضل. سمر انا عايز اتجوزك. قدامك 10 دقايق تفكري فيهم وتردي عليا بآه يا لا. فيها سمر؟ سمر طب استني بس. فيها سمر؟ الله، ما تقفي ترد عليا. لا ممكن تسيبني لوحدي؟ ليه؟ هو الواضح حاجه غلط؟ لا بس انا مش عايز اتكلم دلوقتي. وانا عايز اتكلم دلوقتي. بعد اذنك. الله يا سمر، طب استني بس، استني عايز افهم. ممكن تبعد عني خالص؟ ليه؟ كده انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي عموما ولا مش عايزه تتجوزيني انا بالذات؟ يا اخي افهمها زي ما انت عايز تفهمها. لا مش هفهمها زي ما عايز افهمها، انا لازم اسمع الرد منك انت. بعد اذنك ممكن تبعد عني؟ يا اخي اعتبرني مش موجوده، انسى انك شفتني خالص. ليه كل ده؟ على فكرة لو ردك بلأ أنا أحترمه جدا، بس أعرف إيه السبب. من غير سبب؟ مفيش حاجة اسمها من غير سبب. أنا طلبت منك طلب وأنت رفضتي، يبقى على الأقل من حق أعرف إيه السبب. حبيبي قلبي يا غالي. لا 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 اهدى. هربيك ايتن، هربيك. مدام ايتن اسمها ايتن هانم، فاهم؟ وهي ليها طلب عندك بسيط. طلقني. انسي. لا هتطلقني، هتطلقني وهتدفع المؤخر كامل. ده بعليك يا هانم، بعليك. هاي يا سامحي حبيبي، قلت ايه؟ زي ما سمعتي كده، انسي. طب تمام، همشي انا بقى يا سامح واسيبك مع احمد ابن عمتي، هو هيعرف يتصرف معاك. انا عن نفسي خلعت ايدي يا جماعه. اوكي باي. ما تجيب من الاخر وتخلص المشوار ده. ماشي براحتك، وضبوه. يا رب اهدي يا منى. بس في ايه؟ مروه منى كويس انك جيتي. ايه اللي حصل؟ حادثه عربيه. طب هو كويس دلوقتي؟ بيقول الحادثه اثرت على رجليه بس هيحتاج فتره تعب طويله عشان ابقى كويس. عرفتي مين اللي خبطه؟ لا طبعا ما لحقتش اشوف العربيه. وما خدتيش رقم العربيه؟ لا خبطته وطلعت تجري. طيب يلا يا جماعه، الدكتور بيقول مفيش داعي لوجودنا دلوقتي. انا مش همشي. مش هينفع، ميعاد الزيارة انتهى.
انا هفضل معاه. جرايه وانا في ايه؟ لو عايزين نمشوا امشوا انتوا. دكتوره يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. من فضلك انا وهو انا ممكن افضل معاه؟ واحد بس اللي ممكن يبقى موجود، الباقي كله روح. طيب اتفضلوا انتوا بقى. مش هينفع، انا سكرتيره الخاص ولازم افضل جنبه. يا استاذ لؤي اتفضلوا انتوا وانا هبقى اكلمك ابلغك باي حاجه، وده اخر كلام عندي. يلا يا حنان. ازيك يا منى؟ الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. لا لا بلاش تتحرك خالص. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حادثه عربي. طب انا عايز اقوم. بلاش تتحرك. ايه ده؟ فين لؤي؟ انا مشيته. لا ادعي لي لؤي حالا. طيب اهدى بس. من فضلك اطلبي له رأيي دلوقتي حالا. حاضر حاضر اهدى. لو تحب انا ابلغه اي حاجه. انا عايز له اي يجي لي دلوقتي. انت هنا بتعملي ايه؟ مش فاهم. انت ليك فضل عليا. فضل ايه بس؟ انت وقفت جنبي وانا كمان لازم اقف جنبك. انت غريبه. لا مش غريبه، على فكره انا صح وصح جدا كمان. وعلى فكره أنا هقعد ومش ماشي. منور عم جمال، أمرني. أنا عايز أتجوز الست خليلة. عايز إيه؟ أتجوز الست خليلة. أنت مجنون ولا إيه؟ تتجوز مين؟ إيه ياما اللي بيقوله ده؟ أنا موافقة وكاتب الكتاب والدخلة بكرة. إزاي يعني؟ مش عايز أسمع ولا كلمة. كويسة؟ اه كويسة جدا. انت مالك؟ مفيش عندي. طب بقول لك ايه؟ انا كنت عايزاكي تساعديني، انت عارفة ان مجدي جاي النهارده عشان نجلاء، صح؟ اه عارفة. في شوية حاجات عايزة اعملها، عايزاكي تساعديني، تعالي معايا. معلش والنبي يا كاميلي انا اسفة والله بس انا مصدعة شوية. معلش. اهلا، انت جيتي. كويس قوي، انا كنت عايزاكي تساعديني في حاجة. في ايه؟ مالك؟ انا تعبانه قوي يا كاميليا. من ايه؟ نفسي. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ سعيد. سعيد مين؟ ابن علاء صاحب دار النشر اللي انا بشتغل فيها. ماله؟ قال لي انه بيحبني وطالب ايدي للجواز. ده ابن الراجل اللي بيحبك؟ طيب انت فاهمه طبعا انه ما ينفعش تروحي الشغل ده تاني. فعلا هعمل كده، كان لازم اعمل كده من الاول. انا تعبانه قوي يا كاميلي، تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه في ايه؟ انا فعلا بحب علاء ومش عايزه ابعد عنه. نعم، انتي متأكدة من اللي انتي بتقوليه ده؟ ايوه متأكدة، وهو ده اللي حاسة بيه. طيب بما انك متأكدة من مشاعرك وقدر يخليكي تحبيه للدرجة دي، يبقى مفيش اي معنى ان حد يعترض او يقف في طريقه. انتي بتتكلمي بجد يا كاميليا؟ ايوه طبعا، بس
في الحالة دي انت لازم تقولي له ان ابنه بيحبك. لا طبعا مستحيل. هو ده اللي لازم تعمليه. امال يعني هتتجوزيه ويعرف بعد كده ان ابنه كان بيحبك وانت ما قلتيلوش؟ افرضي كان ممكن يغير رأيه. ما هو فعلا ممكن يغير رأيه، وعشان كده انا مش هقوله. انا مش عايزة اسيب علاء، وهو لو عارف ان سعيد بيحبني اكيد هيبعد عني. ده ابنه اهم عنده مني. كاميليا ده ابنه يا كاميليا. انت واخده بالك انت بتقولي ايه؟ انا عارفه ان انا بقول ايه. ده علاء لو عارف ان ابنه بيحبني اكيد هيبعد عني، وهتكون نهايه علاقته بيا. بس انا عايزك تاخدي بالك، لان كده تفكيرك ما بقاش تفكير انساني خالص، بقى تفكير شيطاني. ليه تفكير شيطاني؟ عشان انا بفكر في اللي انا عايزاه واللي انا بحبه؟ لا، عشان هتدخلي معركه انت الوحيده الخسرانه فيها.